الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهم دين. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. بدءا من قول الله: والوالدات يرضعن أولادهن. هذه تبدأ الآيات التي هي الآثار المترتبة على الطلاق. الآيات السابقة كلها كانت في قضية الطلاق، وانتهت بقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما انتهت أحكام الطلاق بدأت الأحكام الخاصة التي تأتي بعد الطلاق. فأولها بالنسبة للمرأة: الوالد إذا كانت مطلقة ولها ولد ترضع، قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهو خبر أيضا بمعنى الأمر، يعني عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول هي دوران السنة. قال جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة حتى لا يكون، يعني هذا أمر لازم فيبقى التقصير فيه يكون في مجال الإثم. قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له الزوج الأب، فإن الأولاد له ويحملون اسمه وينسبون إليه، فلذلك الله نص ما قال وعلى الزوج المطلق، قال وعلى المولود له، ليبين حكمة تكليفه بالنفقة، وأنه هو الولد ولد له. وعلى المولود له رزقهن اللي هم يعني المرأة المطلقة المرضعة، وكسوتهن بالمعروف، فرزقهن من الطعام والشراب ونحو ذلك، وكذلك الكسوة، كسوتهن بالمعروف يعني بما هو يعني من نظائر مثيلاتها وأهلها، ومن كذلك من مقدرته. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الرجل بالإنفاق أكثر من وسعه، وإنما بالمعروف إذا كان يعني كجزء من دخله ونحو هذا، إذا كان من أهل اليسار لا بأس أن يوجب عليه شيء من النفقة بما يناسب دخله، وإذا كان يعني من أهل الفقر فكذلك على هذا النحو. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا: لا تضار والدة بولدها. قيل تضار، هذا ممكن يكون يعني باسم الفاعل أو بما لم يسمى فاعل، تضارر هنا إذا كانت ديت، فيكون المضاررة هي الوالدة، تضار الرجل بأن يعني
تطيل مدة الرضاع، تلقي بولدها عليه إذا كان لا يقبل إلا يعني ثديها وتحمل هذا، وكذلك ولا تضارر بالمفعول أن يضرها الرجل، بمعنى أن يلقي عليها الولد إذا كانت يعني يعلم أنها لن تتركه ويقصر في نفقتها، فلا يجوز الإضرار من جهة الأم للأب ولا من الأب للأم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك المولود له لا يجوز أن تضرره المرأة بولده، كأن يعني تضع حملها فتلقي بابنها عليه ويصبح هو يعني في مشقة من ذلك، وخاصة إذا كان يعني لا غنى له عن أن تكون الحضانة مع الأم. ثم قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. إذا كان الأب يعني متوفى فيصير الوارث يعني لتركة الأب مثل ذلك، فعليه كذلك أن ينفق من تركة أو كذلك من التضامن بالورثة على هذا، على ما يجب على الأب الذي كان ينبغي أن ينفق إذا لم يكن الأب موجودا. فالوارث من ورثة هذا الأب إذا كان إخوانه الكبار ونحو ذلك، فعليهم كذلك أن ينفقوا على هذا، على الأم المرضعة والولد، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال جل وعلا: فإن أراد فصالا عن تراض منهما والتشاور فلا جناح عليهم. إن أراد فصال يعني وتسوية للمولود أن يبقى مع الأم أو يبقى مع كذا أو يوجد له مرضع آخر، إذا اتفقوا على هذا الأمر واتفقوا على أن يكون مثلا مدة الإرضاع أقل من سنتين فلا بأس بذلك، أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولاده، تسترضعوا أم أخرى، يعني أن تحضنه أخرى وينفق عليها الأخرى، وتبقى هذه الأم لها نفقة فقط، نفقة الطلاق، ولا تأخذ نفقة الحضانة لهدية. ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. إذا سلمتم يعني المرضعة ما أتيتموها، يعني أعطيتموها بالعقد المعروف. واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. دائما هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يعني يختمها بالتقوى، بالأمر بتقواه سبحانه وتعالى، لأنه لا يقوم بمثل هذه الأحكام التي فيها بعضها أشياء خفية وبعضها دية وبعضها في تنازع حقوق وتداخل الأمور إلا بمن يخاف الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ثم تخويف، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ثم الحكم الآخر مترتب على قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا في المتوفى عنها زوجه، إذا ترك زوجته فإنها يجب أن تمكث أربعة أشهر وعشرا في حداد وفاة، عدة حداد أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا الحكم طبعا غير معلل، يعني لم يأتي تعليله لماذا هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ما كانش ثلاثة أشهر ولا كانش ستة ولا كانش أربعة أشهر فقط، وإنما أربعة أشهر وعشرة بالتحديد. فهو هذا حكم شرعي ينبغي أن يؤخذ بنصه، وقد يستنبط يعني حكمة لهذا، قيل أن هذه هي المدة التي إذا كان هناك حمل خفي من الزوج المتوفى يمكن أن يظهر فيه هذا. لكن على كل حال لم يأتي تعليل لهذا الحكم الإلهي، هذا حكم إلهي ينبغي أن ينفذ كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإذا بلغنا أجلهن، اللي هي نهاية هذه العدة أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب، التزيين، الخروج بعد ذلك، أن تلبس لباس الزينة، أن يعني تعرض نفسها لتخطب خطبة صريحة، فلا لا يجوز يعني معارضتها. يقال لها الزوج لسه، زوجك لسه ميت من قريب، هذه المرأة يعني كيف تريد الزواج ديت ولسه زوجها وديت، مما قد يقوله يعني بعض الناس لها. فالله سبحانه وتعالى يعني قال أنها في حل من أن تفعل في أنفسهن بالمعروف، ومن هذا يعني أن تعرض نفسها لتخطب وتتزوج. والله بما تعملون خبير. كذلك ختام الآية جاء ببيان أن الله سبحانه وتعالى خبير يعني عليم. الخبرة هي أدق العلم بما يفعله عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء في العدة. والتعريض غير التصريح، أن يخطب خطبة غير صريحة يمثل لها للعلم، بأن يقول مثلا لها الرجل: هذه التي توفي عنها زوجها، والله إني أبحث عن امرأة صالحة، ولو هيئت لي امرأة صالحة تزوجتها، ونحو ذلك من تلميح لا تصريح، على أنه قد يخطبها خطبة صريحة إذا أتمت عدتها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني جعل في نفسه أنه سيتزوج يعني هذه المرأة التي توفي عنها زوجها إذا أتمت العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن. يبين الله تبارك وتعالى يعني الحكمة في أنه سمح بهذا، سمح بالتعريض بالخطبة، أو أن يكين الإنسان في نفسه أنه سيتزوج هذه المرأة التي توفي عنها زوجها. قال جل وعلا: علم الله أنكم ستذكرونهن، إن هذه المرأة فلانة توفي عنها زوجها وكذا، وهي امرأة يعني قد يذكر من يعني أخلاقها وحسنها ونحو ذلك مما قد يرغب في النكاح فيها. قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولكن لا تواعدوهن سرا، أن في السر في الخفاء، كان يقول الرجل للمرأة أنه يعني سيتقدم لها بالزواج إذا تمت يعني عدتها، إذا تمت عدتها فإنه سيتقدم لها، إلا أن تقولوا قولا معروفا. كذلك هذا القول المعروف اللي هو نوع من التعريض لا التصريح، إلا أن تقولوا قولا معروفا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا أيضا في ختام الآية تأكيد على هذا المعنى، احذروا، اعلموا أن الله مطلع على سرائركم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه خافوا، واعلموا أن الله غفور حليم. غفور حليم سبحانه وتعالى، غفور للذنب، حليم لا يعاجل يعني بالعقوبة سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.